سجلت مملكة البحرين ارتفاعا ملحوظا في أعداد الحالات اليومية لفيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة في آخر إحصائية لها تسجيل 400 وحالة وحالة واحدة قائمة جديدة منها 137 حالة لعمالة وافدة و200 وحالة واحدة لمخالطين لحالات قائمة إضافة إلى 63 حالة قادمة من الخارج في حين لم تسجل أي حالة وفيات خلال اليوم فيما أعلنت الوزارة تعافي 86 حالة نظافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات القائمة إلى 2374 حالة